فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح الاستجمار مع وجود الماء أم أنه كالتيمم لا بد من فقد الماء؟ لا يا أخي، لا لا، يصح التيمم، أي يصح الاستجمار مع وجود الماء بالإجماع، هذا بإجماع أهل العلم. نعم، أهو مثل التيمم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.